السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، حياكم الله جميعا إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في مقرر القيادة الإدارية للمستوى السابع، هذا قسم إدارة الأعمال عمادة التعليم عن بعد، الانتساب المطور جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. و إن شاء الله راح يكون اليوم لقائنا الحي الرابع، وكان لقاء استثنائي تعويضا للقاء الأول اللي صادف مع وقت إجازة العيد الوطني. جاهزين نبدأ؟ أنا أتأخرت دقيقة أو دقيقتين لنعطي الفرصة للجميع يكون ايش اكبر عدد ممكن موجود معنا. طبعا نحن وصلنا الى اللقاء المرئي المسجل الموجود عندكم، اللي هو اللقاء تم اعتقد اللقاء السادس. يلا اذا رح نبدأ من اللقاء السادس ان شاء الله. طبعا بالنسبة للقاء السادس رح نتحدث فيه عن مصادر النفوذ والقوة للقيادة الفعالة. أخ عبد الرحمن، اللقاء السادس يعني اللقاء السادس من اللقاءات المسجلة عندك. اليوم او هذا اللقاء السادس الموجود امامنا رح نتحدث فيه عن مصادر او سؤالي هون، الفيلم معي سؤالي هون هو انه شو المقصود بمصادر القوه والنفوذ للقياده الفعاله؟ يعني او شو نفهم السؤال؟ نفهم العنوان. الحقيقه المقصود هون يا جماعه انه من اين تستمد القيادة الفعالة قوتها في التأثير على المرؤوسين. احسنت ابراهيم، نعم حنان صحيح. اذا وصلت الفكرة يا جماعة، يعني احنا قبل ما نحكي عن هذه المصادر، هو السؤال هون او الفكرة هون هي عبارة عن ايش؟ انه القيادة الفعالة، طبعا احنا حكينا انه جوهر القياده هي هو التاثير. فالسؤال الاساسي هو هون، هذه القياده الفعاله لحتى تاثر على الاخرين، شو هي مصادر القوه تبعيتها؟ من تستمد هذه القوه ومن تستمد هذا النفوذ؟ في عندي مجموعه من المصادر. المصادر اللي راح اذكرها اللي هن تقريبا يمكن 12 او 13 مصدر، يعني تقريبا فعلا 13 مصدر. هاي مطلوبه منكم فقط رؤوس اقلام لكنها مهمه. في داعي عيد ولا واضحه من اول مره؟ المصادر هاي دائما في منها اسئله. اذا بس انا ما راح طالبكم غير برؤوس الاقلام لكنها مهمه. اول مصدر من مصادر النفوذ والقوه هو استخدام المدعمات والعقاب، يعني القائد بايده يحفز المرؤوسين سواء ايش؟ بالتهديد الايجابي او التهديد السلبي، صح؟ بالمحفزات سواء كانت ايجابيه او سلبيه، هذا مصدر قوه، تحديد اهداف العمل. يعني حكينا انه القائد ياخذ في عين الاعتبار اهدافه واهداف المرؤوسين. صحيح خزنا. اذا تحديد اهداف العمل، فلما القائد بياخذ بعين الاعتبار اهداف المرؤوسين ايضا هذا من مصادر القوه، صح؟ انت لما بتاخذ اهداف المرؤوسين بعين الاعتبار شو بصير؟ بيشعروا باهميتهم، صح؟ فبالتالي هذا ايضا مصدر من مصادر القوه بالنسبه لك في التاثير عليهم، انه انتبهوا عليه، لانه اذا يعني خالفوك او انت ممكن ما تاخذ هذه الاهداف بعين الاعتبار، هذا مصدر تاثير عليهم. جمع وتحليل المعلومات. طبعا انت بتعرفوا يعني انه انت كل ما كنت تعرف المرؤوس اللي موجود عندك بشكل اكبر، كل ما كان قوه تاثيرك عليه ايش؟ اكبر، يعني كل ما كان عندك معلومات عن المرؤوسين الموجودين عندك، فانت بتعرف نقاط القوه عندهم، بتعرف عندهم ايش؟ نقاط الضعف.
تحديد اساليب العمل. نعم صحيح. يعني شيء تحديد اساليب العمل، يعني انت كقائد انت اللي بتحدد مهام العمل، كيف ننفذ هذا العمل، كيف نوصل للاهداف، تهيئة ظروف العمل. ايوه صحيح الطريقة يا حنان، تهيئة ظروف العمل، كل ما يتعلق بالعمل، الظروف المحيطة سواء داخل الوظيفة نفسها او داخل العمل او خارج او البيئة الخارجية، التهوية، الاضاءة، الضجيج، والوظيفة نفسها، متطلبات الوظيفة. نعم. من مصادر النفوذ والقوة ايضا تقديم النصح والخبرة والمشورة. هذا النصح يعني انت كلياتنا بنشوف هذا الشيء في العمل على الارض الواقع. لما بشوف انا مثلا القائد دائما مثلا بيعطي النصح والمشوره لبعض المرؤوسين وانا ما بيديني هذه النصح، بعتبر انه هو عم يميز الناس، عم يميز الموظفين عني، صح ولا لا؟ فبالتالي من مصادر القوه انت لك كقائد انه تقدم النصح والخبره والمشوره من خلال معرفتك ومن خلال الخبرات الموجوده عندك للمرؤوسين، فبالتالي هذا مصدر قوه. نعم. اشراك المرؤوسين في الامور التي تهمهم، هذا اكيد معروف. يعني لو في عقاب في القياده، يعني مثلا لو نقول المرؤوسين في عقاب ما راح يسووا شيء. احسنت يا نوره، صحيح انت حكيتي المختصر، انه بيشعروا المرؤوسين بأهميتهم اذا اشتركوا في القرار. عبد الرحمن سؤالك غير واضح، لكن اذا كنت انا يعني بدي افهم سؤالك انه 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 يعني طبعا انت بتهددهم بالعقاب احيانا، لانه مو كل المرؤوسين يا عبد الرحمن معك بنفس السويه، صح؟ يعني المرؤوسين الموجودين معك، هل كل المرؤوسين بيفهموا بنفس الطريقه؟ هل كل المرؤوسين بيستجيبوا معك بنفس الطريقه؟ في مرؤوس اول ما بتحفزه بشكل، يعني حتى في التحفيز الايجابي في مرؤوسين بيستجيبوا للتحفيز المادي اكثر من المعنوي، في ناس في مرؤوسين بيستجيبوا للتحفيز المعنوي اكثر من المادي او المادي اكثر من المعنوي. في ناس ما بتستجيب غير بال، حتى اولادنا في البيوت وكذا والى اخره، اولاد صغار تلاقي مثلا احيانا بيستجيب معك في الكلام الجميل، صح ولا لا؟ واحيانا تحتاج مثلا يكون اسلوبك شوي اقسى. فبالتالي حسب، يعني طبعا نحن عناصر القياده الاداريه الفعاله اربع عناصر: القائد والمرؤوسين والموقف او الافراد يعني والموقف والمناخ التنظيمي. تشجيع وزياده دافعيه المرؤوسين، اعتقد هذه واضحه، لكن نعم نذكرها. السلوك النموذجي من مصدر القوه انت بالنسبه لك انك تكون ملهم، صح ولا لا؟ تكون قدوه، تكون أسوة حسنة. ولقد كان لكم في رسول الله إيش؟ أسوة حسنة، صح ولا لا؟ فبالتالي أنت يجب أن تقدم أسلوب، اتجاهات، أفكار، آراء إلى آخره، تكون أيوة تكون مثال للآخرين، قدوة للآخرين، نموذج جميل للآخرين، قدوة يحتذى بها للآخرين. الوضوح والمباشرة، يعني للأسف الشديد كثير من هذه الأشياء بنلاحظها في بيئة الأعمال عندنا، أنه بتلاقي في غموض أحيانا في العلاقة مع القائد أو مع المدير. أحيانا بتلاقي مثلا في أشياء غير واضحة. ما بتعرف ليش، ممكن مو دائما نحن نظن السوء، لكن احيانا تشعر انه ممكن مثلا الفكره ما وصلتك بشكل صحيح، ممكن طريقه التواصل، ممكن انت ما كنت مركز، ممكن، لكن انت كقائد لازم تكون واضح ومباشر مع مرؤوسيك. لانه يعني شوف يا جماعه، ترى اذا كنت واضح ومباشر معاهم رح تساعدهم على ايش؟ القيام باعمالهم، صح؟ بدل ما يجلس يفكر ايش بده يشتغل، انت عم توضح له الطريق، عم توضح له الاهداف، بعدين توضح له الطريق والاساليب وتهيئ له المناخ، كل شيء ذكرنا. التودد، في عندك تودد؟ يعني تكون العلاقة، ايوه تكون العلاقة
مبنيين على الاهتمام بمشاعر المرؤوسين، احترامهم، احسنتهم، اللطف في التعامل معهم، تكون قريب منهم، من احتياجاتهم، تعاونهم الى اخره. اذا هذا هو التوجه، الود، نعم. يعني تعطي اهميه للمرؤوسين. يعني هون نحن نسميها الاهتمام العاطفي، فهمتوا علي كيف؟ المرتبط بالاشياء المعنويه للانسان، غير الاشياء الماديه المرتبطه بالعمل. مبدا تبادل المصالح من مصادر القوه، يعني شو تبادل المصالح؟ والله يا الاء انه اذا كانت اداره رجال يكون الطف، مع انه المفروض العكس هو الصح. يعني اذا بنحكي انه يعني منطقيا بغض النظر عن الدراسات، ممكن هو احكي لكم شغله، مو موضوع انه الطف وغير الطف، كمان يشوفوا لما طيب اسالوا الشباب، اسالوا الشباب في الاداره بيقول لك يمكن تكون اذا كانت المديره انثى ممكن تكون الطف. هو بتعرفوا شو؟ شفتوا مهران مستني، يعني مستنين على الكلمة هاي. هو ممكن يكون احيانا احكيكم اياها، ممكن تكون الغيرة. فهمت علي كيف؟ يعني ما بدي اقول انا كلمة الحسد، لكن احيانا تكون ممكن تكون، شوفوا يا جماعة، ممكن تكون الغيرة هي من الطرفين. يعني المديرة بتخاف انه اي امرأة ضمن ادارتها تاخذ مكانها، وممكن يكون العكس. ترى لكم شغله، الدراسات اثبتت، يعني اثبتت كل اللي كنا عم نحكي، يعني اثبتت انه ممكن يكون النساء الطف احيانا في الاداره، او ممكن يكون الرجال ايش يعني ديمقراطيين اكثر او اقل يعني تشدد. لا يا لا لا، هذه الكلمه غير مقبوله ابدا. لا 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 لا. طيب، فاذا مبدا تبادل المصالح، هون نحن عندنا المصادر النفوذ والقوه عندي بالنسبه للقياده، هو مبدا تبادل المصالح. شو يعني مبدا تبادل المصالح؟ يعني عندي طرفين صح؟ بيتبادلوا ايش؟ المصالح. يعني القائد، انتبهوا علي، القائد والمرؤوس، لما ايوه احسنت يا خوله، القائد بيقول له للمرؤوس اذا نفذت هذا العمل راح اعطيك مكافاه. طبعا القائد لو ما ينفذ العمل راح يستفيد، صح؟ حصل على مصلحه او منفعه، والمرؤوس حصل على ايش؟ على مكافاه او تحفيز. فبالتالي هو مبدا تبادل المصالح. يعني نعم صحيح، مثل ما حكينا تبادل المنفعه، الفوائد بتعود على الطرفين. تمكين العاملين من مصادر القوة، انك تمكن الناس الموجودين معك، معناها انك تشركهم في النفوذ، في السلطة، في اتخاذ القرار، في وضع الاهداف، في كل شيء. ايضا في عندي بشكل عام انك تكون انسان ايجابي وليس سلبي عموما في تعاملك مع المرؤوسين. صحيح الثقة وتعطيهم مثل ما حكينا، يعني ذكرنا اكثر من الثقه، لانه تقود الى ايش؟ امكانيه التمكين والتفويض وتحقيق رضا للمرؤوسين. اذا هذول هن مصادر نفوذ وقوه للقياده الفعاله. في حدا عنده اي سؤال او استفسار عنهم؟ هذول مهمين؟ ايه، مطلوبين معكم فقط رؤوس اقلام، مع انه شرحناهم نحن، بس مشان زياده الوضوح والفهم وتخفيفا عنكم، فقط رؤوس اقلام. يلا كي معي، ترى الاسماء اللي عم تتردد معي مو الكل، يعني انا عم يحضر معي، امبارح كان معنا 90، اليوم معنا 60، فبدي الكل يشارك. يلا انتبهوا علي، الان رح نروح للقاء المرئي السابع، هذا اللقاء كثير مهم ايضا. مو سهل، يعني مو سهل فهمه، اذا بتقراه انت مانه سهل، لكن اذا بتتابعوه معي خلال اقل من 10 دقائق بنكون ناهيينه. تمام؟ انتم فبدي اياكم تركزوا معي كلياتكم. يلا ردوا علي، جاهزين؟
على بركة الله. إذا نحن الآن في اللقاء المرئي السابع. في اللقاء المرئي السابع نشوف ولا في كلمة عم بحكيها. أنا راح أحكي مختصر مفيد. راح أروح مباشرة باتجاه الهدف. المهم نكون فعالين. اللقاء السابع راح نتحدث عن المستويات الخمسة للقيادة الفعالة. يعني نحن عم نحكي من المرة الماضية عن القيادة الفعالة. هلا كنا عم نحكي عن مصادر قوة النفوذ للقيادة الفعالة. بالنسبة للقيادة الفعالة في عندنا واحد اسمه احفظوا لي هذا الاسم كثير منيح. في واحد اسمه جون ماكسويل. موجود عندكم الاسم؟ طيب ممتاز. وهذا اسمه بالانجليزي. هذا جون ماكسويل. احفظوا لي هذا الاسم. ها مين هذا جون ماكسويل؟ جون ماكسويل هو احد اهم المفكرين والباحثين في علم القياده. بعد دراسات توصل الى انه انا القياده الفعاله. شو يا جماعه الله يرضى عليكم ركزوا معي كثير كثير منيح لانه المستويات ما لهم سهلين لكن رح ناخذهم بترتيب معين رح تلاقوهم كثير سهلين. مثل ما حكيت انه هو كثير مهم هذا الدرس او هذه المحاضرات يعني بيجي دائما منها اسئله وانا بتمنى الكل يفهمها لانه كثير مهم في حياتنا. جون ماكسويل قال بعد دراسات انه ترى انا عندي خمس مستويات للقياده الفعاله. طبعا لما اقول مستويات شو يعني؟ يعني في درجات صح ولا لا؟ اذا في عندي درجات والدرجه اللي بدا فيه ماكسويل بدا من اسفل الى اعلى. احسنت يا نوراد. اخذ تسلسل من اسفل الى اعلى. قال بانه انا عندي خمسة مستويات للقيادة الفعالة. ممكن هذه القيادة تنتقل من مرحلة الى ايش؟ مرحلة اعلى. في كل مرة من هذه المرات يعني شوفوا السؤال الرئيسي تبع بحث او الابحاث اللي قام فيها جون ماكسويل في عنده سؤال رئيسي كان هو عبارة عن ايش؟ لماذا يتبع الافراد القائد؟ اكتب لكم اياه ولا واضح كلامي؟ لماذا يتبع هذا السؤال الافراد القائد؟ هلا انا كم مستوى عندي؟ كم مستوى عندي؟ خمس مستويات. معناتها كم اجابه لازم يكون عندي؟ خمس اجابات. ايوه احسنتوا ممتاز. اذا انا كل مستوى من هذه المستويات كل مستوى من هذه المستويات لازم في كل مستوى جواب على السؤال نفسه. فالمستوى الاول شو سماه؟ سماه المركز الوظيفي او الحقوق. احفظوا لي هذا المسمى. شو اسمه؟ المركز الوظيفي او الحقوق. نطرح السؤال. شو كان السؤال؟ لماذا يتبع الافراد القائد؟ الجواب على الشكل التالي. يتبع الافراد القائد في هذا المستوى. انا مستوى المستوى الاول لانه من الواجب عليهم القيام بذلك. شو يعني لانه من الواجب عليهم القيام بذلك؟ يعني اجباري مغصوبين. ليش؟ لانه القائد عنده مركز وظيفي ومن حقه عليهم. مشان هيك اسمه المركز الحقوق الوظيفي او الحقوق. احسنت يا منى بسبب السلطة. احسنت يا عائشة. نعم يا اخوي واضح كلامي؟ سهل مو سهل؟ مرة ثانية يا احمد. مرة ثانية يا احمد ركز معنا. طيب السؤال الاول يا احمد هو شو اسم شو اسمه هذا المستوى؟ اسمه المركز الوظيفي او ايش؟ او الحقوق. طيب ليش يتبع الافراد القائد هون؟ بيتبعوه لانه من الواجب عليهم القيام يعني اجباري عنهم اجبار. ايوه من الواجب وجوب. طيب ليه؟ لانه اصلا المستوى الاول اسمه المركز الوظيفي. يعني بسبب سلطته وبسبب المركز الوظيفي الذي يشغله الافراد هون مجبورين ايش؟ يتبعوا القائد.
من حقه عليهم، فبالتالي مشان هيك سمينا المركز الوظيفي والحقوق. ان شاء الله وصلت يا ابو حميد. طبعا الفتره الزمنيه لهذا المستوى بتكون طويله، طبعا بيكون هون الاهتمام على تحقيق ايرادات عاليه، الاهتمام باخلاقيات العمل بيكون قليل. الصفات اللي يجب ان يتمتع بها القائد، هذه الصفات غير مطالبين فيها للقراءه. بروح للمستوى الثاني. المستوى الثاني شو اسمه؟ يلا كلياتكم معي. المستوى الثاني شو اسمه؟ السماح او العلاقات، صح؟ طيب نرجع نكرر السؤال، ليش او لماذا يتبع الافراد القائد في هذا المستوى؟ يتبع الافراد القائد في هذا المستوى لانهم يريدون ذلك. لانهم ايش؟ يريدون ذلك. شو يعني لانهم يريدون ذلك؟ احسنت يا نسرين، اختياري. ما صحيح، بشكل اختياري. لذلك شو شو سمينا المستوى؟ العلاقات او السماح. فهمت علي كيف؟ ايوه، لان هون بتكون العلاقه جيده وعندهم احساس وشعور بالسعاده في الايش؟ في التعامل مع القائد. طبعا الصفات المطلوبه ايضا هون الموجوده عندكم هي للقراءه. في حدا عنده سؤال على المستوى الثاني؟ احسنت يا منى، يعني تقريبا هون تبدا القياده الحقيقيه. الان المستوى الثالث، نرجع نكرر السؤال، لماذا يتبع، ركزوا معي هلا في المستويين الثالث والرابع، زيدوا التركيز. السؤال، لماذا يتبع الافراد القائد في هذا المستوى؟ يتبع الافراد القائد في هذا المستوى ليه؟ شو اسم المستوى؟ الانتاج والنتائج، نظرا لما حققه من انجازات لمين؟ للمنظمه. احفظوا لي اياها هي كثير منيح. نظرا لما حققه من انجازات لمين؟ للمنظمه، على مستوى المنظمه. فبالتالي هون التبعيه بتكون لانه شخص منجز، يحقق نتائج ويحقق انتاجيه عاليه. واضح يا جماعه؟ طيب طبعا يشعر الجميع هون بالنجاح اللي تحقق على مستوى المنظمه، تكون المشكلات قليله في هذا المستوى. طيب الصفات ايضا هذه للقراءه، نروح للمستوى الرابع الان. المستوى الرابع شو اسمه؟ ايوه ممتازين كلياتكم مركزين معي. اسمه الاهتمام بالناس والتنميه. طيب نكرر السؤال، لماذا يتبع الافراد القائد في هذا المستوى؟ نظرا لما حققه من انجازات. طيب هلا من شوي كنا عم نقول انجازات، هونيك كنا عم نحكي انجازات لمين؟ للمنظمه. هون لمين؟ يا سلام عليكم. نظرا لما حققه من انجازات شخصيه لهم. ما نحن هذا اللي كنا عم نحكي عليه من اول يوم، انه القائد يحقق اهداف المنظمه ويحقق اهداف مين؟ الافراد. يا سلام، يعني كثير سهله صح؟ اذا هون التبعيه ليست لمجرد ان تحقيق انجازات كالمنظمه، لا، هذا في المستوى الثالث اللي سميناه النتائج او الانتاج. اما لما بيجي بحكي عن المستوى الرابع، اسمه الاهتمام بالناس. شوف اسمه الاهتمام بالناس او التنميه، اسمه الاهتمام شو يعني تهتم بالناس اللي معك؟ انك تحقق لهم اهدافهم، يعني الاهداف الشخصيه والانجازات الشخصيه لهم انفسهم يعني. فبالتالي هون مسؤوليه القائد دائما تطوير الافراد والمنظمه معا. المستوى الرابع اللي هي الصفات ايضا هذه للقراءه، نروح للمستوى الخامس. والله شكرا يا فاطمه على هذا الاطراء، الله يجزاك الخير ويبارك فيك. طيب بالنسبه للمستوى الخامس، ايوه شوف شو اسمه؟ الذات الشخصيه والاحترام. نطرح السؤال مره خامسه، لماذا يتبع الافراد القائد في هذا المستوى؟ من اسمه لذاته، يعني هلا كنا عم نحكي مصادر القوه والنفوذ، لانه قدوه. احسنت ممتازين ما شاء الله عليكم. لذاته ولما يمثله لهم من قدوه واسوه،
ومثال يحتذى به. إذن هون التبعية لشخص القائد. وطبعا القائد يكون هون صار له فترة طويلة في المنظمة، حقق إنجازات كثير، حقق تطور، حقق يعني للمنظمة وللأفراد معا. تمام يا جماعة، في حد عنده سؤال على المستويات الخمسة؟ ماشي يا أسماء. نحن أحيانا نأخذ، مو أحيانا، دائما عم نأخذ أسئلة بس نخلص نخلص اللقاء. دائما نأخذ أسئلة، لا تأتي الهم. نسرين الرابع، شو اسمه الرابع يا نسرين؟ اسمه الاهتمام بالناس التنمية. هون المقصود في انه الافراد يتبعون القائد نظرا لما حققوا من انجازات مو للمنظمة. تمام؟ لا، نظرا لما حققوا من انجازات شخصية لمين؟ للافراد نفسهم، حقق يعني حقق لهم اهدافهم. بالنسبة يا عبد الرحمن، الاول مجبرين، الثاني مخيرين. ايه سهاد، لازم نحفظهم بالترتيب لان هن مثل ما انتم شايفين متسلسلين. لاحظوا اخر شيء عندكم في اللقاء، في عندي عامل انا مثل درج، صح؟ مثل سلم، ما هن بسيطين يعني. اول شيء تبعنا القائد غصبا عنا، ثاني مره بسبب علاقتنا الجيده فيه، ثالث مره بسبب النتائج اللي حققها، رابع مره بسبب انه حقق انجازات مو لان نحن، خامس مره لما يشكل قدوه. لا لا، سهلين بسيطين بسيطين. يعني السرين المقصود هون انه القائد بامكانه يعني يكون في المرحله الاولى يروح على المرحله الثانيه، ممكن يكون في المرحله الثانيه ويروح على المرحله الثالثه. عبد الرحمن جاوبتك على هذا السؤال صار مرتين. المستوى الاول لانه من الواجب، لما بقول لانه من الواجب شو يعني؟ يعني مجبورين. ثاني مره لانهم يريدون ذلك شو يعني؟ مخيرين. طيب في حد عنده اي سؤال او استفسار؟ طيب جاهزين؟ يلا. بالنسبة الآن بروح للقاء الثامن. والله يا حنان إن شاء الله الله يجزاك الخير، لكن كثير هيك عليا. إن شاء الله إن شاء الله. على فكرة هذا اختصاصي يعني، بس يعني الواحد إنه جميل يسمع الإطراء يعني، خاصة من طلاب المجتهدين والمتابعين والحريصين يعني، كلياتكم طبعا موجودين معي. طيب بارك الله فيكم. شوف يا جماعة، الآن رح نروح للقاء الثامن، واللقاء الثامن يتحدث عن إيش؟ لا انا هيك بدي يعني 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 كثير. خلاص ماشي، بارك الله فيكم، الله يجزاكم الخير. ان شاء الله بتصيروا يعني يعني احسن مني ان شاء الله على ارض الواقع نظريا وعمليا باذن الله. في اللقاء المرئي الثامن عندي نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى هي التعرف على متطلبات الحفاظ على القائد الفعال، هذه للقراءه. لاحظوا انه يعني كمان عم خفف عنكم يعني قدر المستطاع، والله كثير مو قدر المستطاع بس. طيب الان ثانيا الحديث عن انماط القياده الاداريه، بدي اياكم تركزوا كثير معي هون. انماط القياده الاداريه واياكم، الأنماط هاي أيضا كثير مهمة وكثير بيجي منها في الاختبار، ولازم نفهمها كلياتنا مع بعض. جاهزين؟ ننطلق؟ يلا. أنا لما بقول نمط قيادي، شو يعني نمط قيادي؟ يعني شو يعني نمط قيادي؟ يا سلام عليكم. لا 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 لا،
ما شاء الله ما شاء الله. بس انا ما بدي امدحكم، بدي مرة مدحتكم ما عاد مش الحال يعني، كويس الامور تمام تمام ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اذا لما نقول النمط القيادي معناته الاسلوب او الطريقه. يعني هلا احنا مثلا لما نقول النمط الديمقراطي، هذا القائد نمط ديمقراطي، شو يعني نمط ديمقراطي؟ يعني طريقته في القياده، اسلوبه في القياده. لما بقول النمط ديكتاتوري شو يعني؟ يعني اسلوبه او بس ليكون شغله من الخطا انه دائما نقول القائد ديمقراطي او اوتقراطي او استبدادي او الى اخره، يعني فهموا علي؟ لانه القائد الحقيقي هو اللي بينوع، هو اللي بينوع في الطرق اللي بيستخدمها، في الاساليب اللي بيستخدمها. لانه مثل ما حكينا لانه المرؤوسين بيلعبوا دور والموقف بيلعب دور، فهمت علي كيف؟ ما انت عناصر القياده الفعاله، اللي عم نحكي عن القياده الفعاله، عناصر القياده الفعاله كم اربعه، القائد والمرؤوسين والموقف والمناخ التنظيمي، البيئه الماديه والبيئه الايش؟ البيئه المكونات الماديه والمكونات المعنويه، نعم. ايوه احسنت يا كريمه. فلذلك انا رح ناخذ تعريف واحد وهو جدا بسيط. هذا التعريف يقول بانه النمط القيادي هو اسلوب استخدام المدير للسلطه في قياده المرؤوسين. يعني يا الاء ممكن القائد ياخذ النمط على حسب الموقف، واحيانا على حسب المرؤوسين، واحيانا على حسب المناخ التنظيمي. هلا كنا عم نقول اختلاف المرؤوسين ممكن يخليك تختلف او تستخدم نمط قيادي مختلف في كل مره. تمام. اذا واحد سالني شو هو النمط القيادي، هلا كنا عم نقول هو طريقه او اسلوب المدير في استخدامه للسلطه في قياده المرؤوسين. فبقول ديمقراطي او استبدادي او مشارك او مثل ما رح نشوف، او ايجابي او سلبي الى اخره. لاخر مره بقول النمط القيادي هو اسلوب استخدام المدير للسلطه في قياده المرؤوسين. شو هو الاسلوب المتبع؟ وصلت الفكرة؟ هلا لما نحكي الأنماط رح تلاقوها أسهل وتوضح أكثر. شوف يا جماعة، عندي أنماط للقيادة، شوف عندي أنماط للقيادة، كم نمط للقيادة عندي؟ عندي عدة أنماط. كم معيار؟ عندي أربع معايير أو أربعة معايير، كم معيار عندي؟ يعني نحن الآن رح نصنف الأنماط القيادية، شو رح نساوي؟ رح نصنف الأنماط القيادية. عندي عدة تصنيفات، هذه التصنيفات أربعة تصنيفات أو أربعة معايير. المعيار الأول والثاني والثالث كل واحد منهم عندي كم نمط؟ اثنين. عرفتوا علي كيف؟ يعني بناء على المعيار الأول عندي نمطين، وبناء على المعيار الثاني عندي نمطين، وبناء على المعيار الثالث عندي كم نمط؟ أيضا نمطين. المعيار الرابع عندي ستة أنماط. أيوه. لازم نحط هذا التوزيع في ذهننا مشان طيب. الآن أول معيار من معايير تصنيف الأنماط القيادية من وجهة نظر الدوافع، وهون عندي كم نوع من أنواع القادة؟ نوعين. هلا كنا عم نحكيهم شوي، تذكروا من مصادر القوة والنفوذ كنا عم نحكي عن المدعمات والصح السلبية والإيجابية. ففي عندي نوعين، قائد إيجابي وقائد سلبي. من هو القائد الإيجابي؟ هو اللي بيدفع الناس الموجودين معه إلى العمل من خلال تحفيزهم ايش؟ بشكل ايجابي، بالمحفزات الايجابيه. اما اذا كان استخدم التهديد والعقاب والشده فبالتالي هذا قائد سلبي. وصلت الفكره؟ زين. مره ثانيه بحسب وجهه نظر الدوافع، كم قائد عندي؟ كم نمط؟ نمطين. قائد ايجابي اذا استخدم محفزات ايجابيه، وقائد سلبي اذا استخدم التهديد والعقاب اللي هي المحفزات السلبيه. هاي عندناها ريما. طيب النوع الثاني او التصنيف الثاني او المعيار الثاني اللي هو من وجهه مصدر السلطه. والسلطه لها مصدرين، يعني ما في مصدر ثالث للسلطه، مصدرين. اما يكون مصدر السلطه رسمي او يكون غير رسمي. لما تكون السلطة رسمية فالقائد ايش؟ رسمي. القائد منين بيستمد قوته هون؟ من المركز الوظيفي. ما هو عم يحكي رسمي. أما غير الرسمي بيستمد قوته من الجماعة التي ينتمي لها. لأنه هو قائد غير رسمي، يعني ما عنده منصب، ما عنده مركز وظيفي.
احسنت يا وعد. من السمات الشخصيه، من السمات القياديه الموجوده عنده، الاجتماعيه المرتبطه بالذكاء المرتبطه بكل، يعني المهم عنده سمات خاصه فيه. لكن انا المهم انه نعرف شغلتين، انه بالنسبه لمصدر السلطه في عندي نوعين من القاده. القائد الرسمي اللي هو يستمد قوته من مركزه الرسمي في المنظمه، وفي عندي القائد غير الرسمي اللي بيستمد قوته من الجماعه التي ينتمي لها بسبب شخصيته القياديه. واضح يا جماعه؟ سهله. يعني مصدر السلطه اي سلطه في العالم لازم كلنا عندنا كلنا رسميه او غير رسميه. لازم يعني في اداره هذه من البديهيات. المعيار الثالث في التصنيف هو ايش؟ من وجهه نظر مركزيه السلطه. من اسمها مركزيه السلطه، اما انها تكون مركزيه او غير مركزيه. ايوه مركزيه. القائد، شو يعني القائد مركزي؟ يا سلام عليكم. ان القائد المركزي هو اللي بيركز كل السلطات في ايده، ما بيسمع لحدا بالمشاركه او ولا يفوض. اما القائد اللا مركزي بيسمح للمرؤوسين بالمشاركه، بيفوض السلطه في اتخاذ القرارات، في وضع الاهداف، في العمل الى اخره. سهلين كثير صح؟ طيب شوف يا جماعة، الوقت المتبقي معنا ما هو كثير. أنا برأيي أنه ناخذ الفصل الرابع لأنه هو تتمة، يعني بسيط. عفوا اللقاء التاسع هو بسيط لأنه هو تتمة للتصنيف الرابع. والأسبوع القادم إن شاء الله ناخذ أسئلة. تمام؟ واضح كلامي؟ مشان ننهي هذا الموضوع اللي هو الأنماط القيادية. نسرين نحن لقاءاتنا يوم الاثنين. طيب الان في اللقاء التاسع هو تتمة الحديث عن انماط القياده. الان نحن اول شيء من وجهه نظر الدوافع، اخذنا من وجهه مصدر السلطه رسمي او غير رسمي، من وجهه نظر مركزيه السلطه، قائد مركزي وقائد ايش؟ لا مركزي. الآن من وجهة نظر الأنشطة، يعني بناء على الأعمال اللي بيمارسها. نعم، الأنشطة اللي بيمارسها القائد. في عندي ستة أنماط. النمط الأول اسمه القائد صاحب الرؤية. يعني القائد هون شو هو؟ عنده رؤية، حلم يسعى إلى تحقيقه. بتعرفوا انتوا شو الرؤية صح؟ شو هي الرؤية؟ الرؤية هي حلم أسعى إلى الوصول إليه، امكاناتي الحاليه لا تسمح لي بتحقيقه، لكن ممكن احققه في المستقبل. ايه ممكن احققه في المستقبل. وصلت الفكره؟ يعني الان انتم طلاب صح؟ على ابواب تخرج. تطلع اي واحد منكم او حلم اي واحد منكم مثلا يعمل دكتوراه في اداره الاعمال. هي رؤيه صح ولا لا؟ انتم معي ولا ما انتم معي؟ طيب. الرؤية هاي ممكن تتحقق في المستقبل؟ ايه ممكن. لازم اتخرج، اعمل ماجستير، بعمل دكتوراه، بوصل لرؤيتي بعد 5 سنوات، بعد 7 سنوات الى اخره. لكن امكاناتي الحالية بتسمح لي احقق هذه الرؤية؟ لا، لانه انا لسه طالب ما تخرجت. رؤية 2030 هل نستطيع تحقيقها بإمكاناتنا الحالية؟ لا، ولا ما كنا حطيناها 2030، كنا حطيناها 2019 أو 2020. لكن هل ممكن نحققها ونوصل لها؟ إيه ممكن. مثل ما حكيته، إذا لذلك عم نقول الرؤية، الرؤية هي ما بين الحلم والواقع، حلم أسعى إلى تحقيقه مشان حوله إلى واقع. وصلت الفكره؟ انا بدي اياكم تفهموا هاي الفكره كثير منيح، مشان لانه لحد الان في ناس يعني هي ابعد من الاهداف. القائد لازم يكون عنده رؤيه، لانه الرؤيه بتخليه يعمل مشان يوصل لهذا لرؤيته، وينقل نعم وينقل انه الناس اللي موجودين معه اللي هن المرؤوسين. لكن ايضا لازم تكون الرؤيه واقعيه مرتبطه بالواقع، ما تكون حلم مشان الانسان ما يتوه وضيع.
القائد النمط الثاني القائد المشارك. من هو القائد المشارك؟ طب الحمد لله يا مضي يا رزنا الحمد لله. شوف تحقق ولا ما تحقق وما بتعرف يعني الانسان لوين لوين يوصل. هلا نسرين كانت عم تقول طموحها الشغل، ممكن الله سبحانه وتعالى يرزقها بالشغل وممكن تصير مديره وتصير قائده في المستقبل. يعني الانسان لازم يسعى ويجتهد. الان النوع الثاني اللي هو القائد المشارك. من هو القائد المشارك؟ هو اللي يحرص على اقامه من اسمه على اقامه علاقات، يعني يشترك مع المرؤوسين في علاقات جيده، بيتبادل معهم الاهتمام في كل ما يخص امورهم واحتياجاتهم، يعمل على تحقيق رضاهم. يعني هذا شيء طبيعي انه المرؤوسين معك، كنا عم نحكي عن التودد وعم نحكي على الايش. احسنتي، التوازن هون مطلوب، التوازن في العلاقه ما بين العمل وبين المرؤوسين. يعني لا تتعاطف مع الافراد على حساب العمل ولا تهتم بالعمل على حساب الافراد، لازم يكون في عندي نوع من انواع التوازن. صحيح. النمط الثالث عندي النمط مين؟ القائد مين؟ المدرب. مين هو القائد المدرب؟ شو يعني التدريب؟ انك تطور الناس اللي معك، صح؟ يا سلام، احسنت نورا. القائد المدرب هو القائد الذي يهتم بتطوير مرؤوسيه، من اسمه مدرب مطور يعني، ويساعدهم على معرفة نقاط ضعفهم ونقاط قوتهم ويشجعهم على وضع أهداف بعيدة المدى لتطوير أنفسهم ورسم خطط لتحقيق الأهداف. من اسمه لأن التدريب بتعرفه هو تطوير الإنسان، هو سد نقص في مهارة موجودة عند أي واحد منا، فبيروح بيساوي تدريب. إذن القائد المدرب هو الذي يحرص على تطوير مرؤوسيه بشكل مستمر. النمط الرابع عند القائد المشاور. من هو القائد؟ من اسمه مشاور. شو يعني مشاور؟ يعني يأخذ بآراء المرؤوسين، يستشيرهم، أحسنتم، يستجلي هذه الآراء والرغبات، يأخذها في عين الاعتبار، وقد لا يستطيع أخذها في عين الاعتبار. إحنا أي واحد منا يا جماعة لما بتروح أنت لعند رئيسك في العمل، مجرد أنه يسمع لك، انتبه عليه، مجرد أنه يسمع لك بتحس براحة، صح؟ أخذ في مشورتك أو ما أخذ هذا موضوع ثاني. حتى أنت أي واحد منكم كمدير أو قائد، كيف انا فيني اشعر المرؤوس باهميته؟ اجلس معه واسمع له، خليه يحكي اللي عنده. طبعا اذا انت مجرد انك سمعته فانت احسسته بانه اهميه هذا الشخص، حسسته انه هو مهم وانه اراءه مهمه. راح تلاقيه دائما عم يفكر، وراح تلاقيه دائما عم يحاول، راح يحاول انه يقدم لك الافضل. اخذت في رايه، والله ممتاز. طبعا ما خاب من استشار. وإذا ما أخذت في رأيه على الأقل أنت سمعته، يعني أحسسته يعني بالأهمية. النمط الخامس من القائد اللي هو القائد الساعي للتفوق. شو هو القائد الساعي للتفوق؟ من اسمه إلى التميز، إلى تحقيق الإنجاز، مو بس لإله، ولمين؟ وللمرؤوسين. يعني مو هو القائد الساعي للتفوق يحقق تفوق شخصي أو تفوق بس للمنظمة، لا، حتى للمرؤوسين الموجودين معه. وإذا ما استطعت، أو خلينا نقول ما استطعت، إنك أنت يعني إذا ما كان حتى عندك منافسين، لازم دائما شوفوا أنتوا علي، ما رح أطول عليكم، لكن أحيانا في عنا رياضيين خاصة في الرياضات الفردية، بتلاحظوا إنه بتلاقي مثلا بطل العالم في مسابقة فردية، بتلاقي هو مستمر في التدريب وعم يحطم الأرقام القياسية الخاصة فيه. يعني ما عم يستنى لحتى يجوا لعنده المنافسين، هو عم ينافس نفسه مشان يضل يشعر انه ايش هو في خطر. لذلك شو بيقول لك؟ الوصول الى القمه سهل، مو سهل، خليني اقول صعب، لكن الصعوبه الاكبر وين؟ انك تحافظ على القمه، صح؟ هي صحيح. اخر نمط من انماط القياده عندي هو القائد الامر الناهي. مين هو القائد الامر الناهي؟ هو القائد اللي بياخذ القرار الاول والاخير، فهو الامر الناهي، يامر وينهي. لا، مو المقصود فيها نسرين المتسلط. القائد الامر الناهي هو القائد اللي امتى بيكون موجود في الحالات الطارئه، المقصود فيه هون في الحالات، اوقات الازمات، اوقات التغيير المفاجئه. لانه انا ما عندي، نعم، لانه انا ما عندي وقت اجلس شاور المرؤوسين وشاركهم وكذا. اي وقت يعني عبد الرحمن، احيانا نحن في حياتنا الطبيعيه احيانا انت بتضطر تتخذ قرار بدون ما تشاور احد. ليش؟ ما عندك وقت.
ليش؟ لانه ممكن لو تاخرت تكون تكلفه كبيره عليك. واحيانا الحكايات بتصير معنا في حياتنا الطبيعيه، لك الان لازم تاخذ قرار. يعني في حال مثلا انت عندك قرار انك انت 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 مدير المنظمه او القائد، لازم تاخذ قرار مثلا بخفض رواتب او زياده رواتب مثلا، او شراء منتجات معينه. ما عندك امكانيه تشاور الناس، لانك انت مثلا عندك مثلا هذه المواد اللي تشتريها نادره شوي، فانت لو استنيت وبدك تشاور الناس وكذا وداخل يمكن تروح. مثل ما حكينا القائد الامر النهي هو اللي بيكون موجود في فترات الازمات وفترات التغيير المفاجئ في حكينا والاوقات الاستثنائيه والاوقات الطارئه. واضح يا جماعه؟ طبعا الجدول هذا مو مطلوب منكم اللي في الاخير، الجدول مو مطلوب، المطلوب تفهموا نفس الكلام اللي نحن حكيناه. صاحب الرؤيه انك يكون عندك حلم، السعي للتفوق، انه دائما تبحث عن التميز، يعني يمضي لا يكفي اني اوصل لهدفي، لا اني اتميز في الوصول الى الهدف. الان مضي الان كلياتكم مثلا كان عندكم حلم انكم تدرسوا مثلا، درستوا الان، هل كلياتكم سعيتوا للتفوق؟ لا، مو كل الناس تسعى للتفوق، صح ولا لا؟ في ناس تقبل ترضى بالدال، وفي ناس بدها الجيم، وفي ناس بدها الاي، وفي ناس بدها تمام؟ ففي ناس بتشوف النجاح اني نجحت في المقرر، وفي ناس بتشوف النجاح اللي هو امتياز. فهمت علي كيف؟ فبالتالي يعني التفوق درجات. إيه انا وصلت لاهدافي، لكن وصلت مثل ما بدي انا، وصلت للتميز. كل الناس نجحت مثلا، هذه النقطة. واضح يا جماعة؟ في جدول موجود آخر المحاضرات يا أحمد، أنا وضعت في منين عن مني. في جدول في نهاية المحاضرات غير مفاضلين. طيب لا لا يا رزنا يا جماعة تابعوا المنتدى، وأنا حكيت هذا لقاء، وبداية اللقاء أنا حكيت يا جماعة هذا اللقاء، هذا اللقاء كان تعويض، تعويض لأول لقاء اللي ما أخذناه. من عنده سؤال أو استفسار؟ طيب شكرا ويعطيكم العافية. لقاءنا القادم إن شاء الله الخامس بيكون يوم الاثنين القادم. أراكم على خير ان شاء الله الاثنين، ناخذ مجموعه اسئله وبعدين باذن الله راح نبدا بنظريات القياده. يعطيكم العافيه، شاكر ومقدم مشاركتكم، اراكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.